ما الأسباب التي تقلل الرزق، تقرب إلى الفقر؟ أولاً الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لعله هناك عقابان للزنا، عقاب سببي يصاب الإنسان بأمراض خطيرة جدا، منها فيروس الإيدز الذي قضى على عشرات الملايين من أهل الأرض، في الآن تقريباً 60 مليون إنسان مصابون بهذا المرض وهم في طريقهم إلى الموت. فأحد أسباب انعدام الرزق أو قلته هو الزنا، وللزنا عقابان، عقاب علمي هو نفسه سبب لعاهة أو مرض خبيث أو فيروس أو ما شاكل ذلك، وعقاب وضعي. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والزنا، فإن فيه أربع خصال: يذهب البهاء من الوجه، ويقطع الرزق، ويسخط الرحمن. يذهب البهاء من الوجه، ويقطع الرزق، ويسخط الرحمن، ثم الخلود في النار. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: في الزنا ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، أما اللواتي في الدنيا فيذهب ببهاء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، وأما اللاتي في الآخرة فيورث السخط وسوء الحساب والخلود في النار. هذا الحديث في شعب الإيمان للبيهقي. صدقوا أيها الإخوة، وقع تحت سمعي قصة أن رجلين ممن يعملان في طلاء السيارات في هذا البلد ذهبا إلى ألمانيا ليستوردا سيارتين، قصة قديمة، وعادا بالسيارتين براً. نزلا في فندق في بلدة من بلدان أوروبا الشرقية. يقول لي أحدهما: بعد الساعة 12 طرق باب الرجلين من قبل امرأتين، الأول فتح الباب والثاني قال: إني أخاف الله رب العالمين. ثم وصلا إلى الشام، الأول في صعود والثاني في هبوط، الثاني ضاقت الأحوال به، باع محله، طلق زوجته، والأول والله أعرفهما تماماً، والأول في صعود مستمر. أنا مؤمن إيماناً قطعياً أن أحد أسباب الفقر الزنا. هذا الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: الزنا يورث الفقر. هذا عقاب وضعي، يعني الله بفعله يجعله فقيرا، أما الزنا نفسه سبب علمي لأمراض خبيثة منها فيروس الإيدز. أيها الإخوة، طبعاً فقر ذات اليد وفقر القلب، الزاني محجوب عن الله عز وجل، وقع في فاحشة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. أي شيء يفضي إلى الزنا فهو محرم، فالخلوة بالأجنبية محرم، صحبة الأراذل شيء محرم، إطلاق البصر محرم، متابعة أشياء إباحية في الإنترنت وفي الفضائيات محرم، لأن هذا طريق إلى الزنا. هذه الشهوة تشبه صخرة في قمة جبل متمكنة في مكانها، فإذا دفعتها وظننت
أنك تريد أن تدفعها لمتر واحد في المنحدر لن تستقر إلا في قعر الوادي، الأمر ما عاد بيدك. ولا تقربوا الزنا، يعني النهي ليس عن الزنا بل النهي عن أسباب الزنا، الخلوة، إطلاق البصر، الاختلاط، صحبة الأرازل، الإثارة المستمرة، هذه تنتهي إلى الزنا. أيها الإخوة، السبب الثاني للفقر نقص المكيال والميزان. استمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه بيننا: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هل هناك أوضح من هذا الكلام في موضوع فيروس الإيدز والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم؟ ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، القحط، الجفاف، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. بكل حرب في الشرق الأوسط تنتقل مئات مليارات العملة الصعبة من الشرق إلى الغرب إلا أخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. حروب أهلية، هذه المعصية الثانية، نقص المكيال والميزان والحكم بغير ما أنزل الله، أحد أسباب الفقر. نحن مع حديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، ومع القرآن الكريم كلام رب العالمين. المعصية الرابعة منع الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم. بالمناسبة في آية دقيقة جداً: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم. هذه الصواعق، والآن الصواريخ، أو من تحت أرجلكم، هذه الزلازل، والآن الألغام، أو يلبسكم شيعاً، الحروب الأهلية، ويذيق بعضكم بأس بعض. ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. في إحصاءات قد لا تصدقونها، 5% فقط من أغنياء المسلمين يدفعون زكاة أموالهم، 5% فقط. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. أول سبب الزنا، الثاني نقص المكيال والميزان والحكم بغير ما أنزل الله، الثالث منع الزكاة، الرابع الربا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، أي بالفقر، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. الربا يؤدي إلى الفقر
والرشا تؤدي إلى الرعب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. الزنا والربا. الآن المعصية السادسة التي تؤدي إلى الفقر، قال: اليمين الكاذبة. قال عليه الصلاة والسلام: اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال. أن تحلف يميناً كاذباً، هذه اليمين الكاذبة سبب عند الله للفقر. واليمين الغموس تذهب المال وتذر الديار بلاقع خريبة، تذهب المال وتذر البلاد بلاقع. وبعض التابعين قال لأحد التجار: يا عبد الله اتق الله ولا تكسر الحلف، فإنه لا يزيد في رزقك إن حلفت ولا ينقص من رزقك إن لم تحلف. لا داعي أن تحلف، هذه الحاجة سعرها كذا، الله تعالى هو الرزاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. الشاري قد يخجل منك، يشتريها البضاعة بأيمان مغلظة، يشتريها لكن الله يمحق لك هذا المال. وفي حديث آخر: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. لا تحلف. كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يتصدق بدينار عن كل يمين حلفها صادقاً صادقاً، فكيف إذا كان كاذباً؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المعصية السابعة الكذب. الكذب من صفات الكافرين والمنافقين. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكاذبون. المؤمن لا يكذب، قد يقع في معاصي لضعف في نفسه، قد تغلبه شهوته، لكن الكذب ليس شهوة، خبثاً. المؤمن لا يكذب. لذلك ورد في بعض الأحاديث: يطبع المؤمن على الخلال كلها. في مؤمن عصبي المزاج على العين والرأس، في مؤمن يحب البقاء في البيت، في مؤمن يعتني بهندامه كثيراً، في مؤمن هندامه أقل من غيره، في مؤمن يحب الاختلاط مع الناس، في مؤمن يؤثر العزلة. هي طباع، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، فإذا كذب وخان ليس مؤمناً. المؤمن لا يكذب. أيها الإخوة الكرام، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة
لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، وهو كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. لذلك حتى في الإعلانات التي توهم بخصائص للبضاعة ليست فيها، التي توهم بأنها من مصدر معين وهي من مصدر آخر، التي توهم أن فيها هذه الخصائص وهي ليست فيها. أيها الإخوة، أن تضع علامة تجارية لسلعة ليست من هذا المعمل قضية سهلة جداً، لأن في معامل بأعلى مستوى من التقنية توضع العلامات التجارية الرائجة على سلع من مستوى منخفض جداً، وتباع هذه السلعة بهذه الطريقة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكذب ينقص الرزق. هل هناك أوضح من هذا؟ الكذب ينقص الرزق، والبيعان بالخيار، المشتري والبائع، ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. أنت حينما تخفي عيباً في بضاعة الله عز وجل يتولى معاقبتك. والله إنسان أعرفه عنده مركبة فيها عيب خطير في المحرك، فباعها وتمكن أن يخفي هذا العيب، وقال لي: والله بالحرف الواحد لبست لواحد. ظن نفسه شاطر ذكي، في عيب خطير في المحرك، كتم هذا العيب وأوهم الشاري أن هذا المحرك طبيعي جداً، وباع واشترى مركبة يعني على الصفر، مصطلح عند من يشتري المركبات على الصفر، جميلة جداً، لون طحيني، الفرش كحلي، وفرحان فيها. ثالث يوم يعني في أحد أحياء دمشق ارتكب حادث تحطمت تحطماً بالغاً، فلما جاءني شاكياً قلت له: ألم تقل لي قبل أيام يعني أنت بعت هذه السيارة التي كانت عندك لإنسان وأخفيت عنه العيب؟ إخفاء العيب حرام، إخفاء العيب حرام. البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إخواننا الكرام، من أروع الأحاديث الشريفة: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. المؤمن لا يكذب، وبعض الآباء دون أن يشعروا يعلم أولادهم الكذب. بابا قال له: أنا مالي هون. هذا الكلام العملي يلغي ألف محاضرة في الصدق. الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم، ولغة العمل أبلغ من لغة القول. والله في أحد إخوتنا الكرام والده فتح له معمل بمصر، وماشي بمركبته مست مركبة أخرى، مست في المركبة إنسان فوق التسعين مات، هو شاب، فاتصل بمدير المعمل، موظف عنده، قال له: هكذا صار؟ قال له: اطمئن، تعال بعد الساعة إلى المركز الفلاني للشرطة. جاء بعد الساعة، كل شيء منتهي، الضبط بخلاف الواقع، تلك السيارة التي فيها من مات هي التي ضربته. قال له: وقع. المسؤول قال له: أرى؟ قال له: لا، الذي حصل خلاف ذلك. قال له: وقع وامضي. قال له: لا أوقع.
قال له عجيب، أول مرة إنسان أنا أخلصه وهو يوقع بنفسه. قال له أنا لا أريد أن أنجو منك، أريد أن أنجو من الله، لا أوقع إلا على الذي حدث. وقع أنه هو الذي تسبب ودفع الدية وعين أولاده في المعمل موظفين. أريد إنسان كهذا الإنسان، أريد مؤمن إيمانه صارخ، إيمانه يلفت النظر، لا نرقى إلا بهذا، لا أوقع. هذا كلام فيه زور، أنا الذي صدمته. ما دمنا صادقين، ما دمنا نتحرى العدل، الله ينصرنا، فإذا ظلم بعضنا بعضاً الله يخذلنا. والله أنا أعتز بهذا الإنسان يلي أتيحت له فرصة أن ينجو من كل مسؤولية، لكنه تربى تربية إيمانية عالية. قال له أنا لا أوقع، لا أوقع إلا على الذي حدث، بدفع الثمن. أيها الأخوة، معصية أخرى هي الاحتكار. من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس. هو أراد أن يمتع جسمه بهذا المال الوفير، أراد أن يزداد ماله، جسمه أصابه مرض عضال وماله أصابه الإفلاس. من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس. أيها الأخوة، الاحتكار أن تحبس بيع البضاعة، ولا سيما البضاعة الغذائية التي يحتاجها الناس، أن تحبسها من أجل أن يرتفع ثمنها. بس هل تصدقون أنه كما يكون البائع محتكراً يكون الشاري محتكراً؟ كيف؟ يعني أنت بتحتاج بالشهر إلى عبوة من غذاء معين، فشعرت في أزمة فاشتريت 5 عبوات. هذا المستهلك الذي يشتري فوق حاجته ويسبب نقص هذه البضاعة محتكر أيضاً، خذ حاجتك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو خاطئ. خاطئ مو مشكلة. اسمع، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. كلمة خاطئ بالقرآن تعني أنه إلى جهنم وبئس المصير. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، من احتكر فهو خاطئ. وقال عليه الصلاة والسلام: من احتكر طعاماً 40 يوماً فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه. وقال عليه الصلاة والسلام: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. لا تحتكر طعاماً. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده في النار. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله تعالى أن يقعده في النار. يعني الموظف له دخل محدود 10,000، رفعت عليه هذا السعر، أنت أرباحك زادت، أما هذا صاحب الدخل المحدود سحقته، عنده أولاد، عنده زوجة، وشريف ومستقيم، ما بيأكل حرام، أوقعته في حرج شديد، أنت ضاعفت أموالك أضعافاً كثيرة، لكنك أوقعته في حرج شديد. إياك أن تبني مجدك على أنقاض الآخرين، إياك أن تبني غناك على إفقار الآخرين، إياك أن تبني أمنك على إخافة الآخرين، إياك أن تبني عزك على إذلال الآخرين. إياك، الله كبير، الله بالمرصاد، الله عنده أورام خبيثة، عنده فشل كلوي، تشمع كبد، خسرة بالدماغ، عنده أمراض تدع الحليم حيران، عنده عقاب يشيب لهوله الولدان.
إياك أن تبني مجدك على أنقاض الآخرين، إياك أن تبتز أموالهم، إياك أن تلقي الرعب في قلوبهم، إياك أن تأخذ ما ليس لك. إله عظيم، من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله تعالى أن يقعده في النار. المعصية التاسعة الغش. أيها الإخوة، يعني أنواع الغش تحتاج إلى خطب. أنواع الغش: تغيير صفات البضاعة، تغيير مصدر المنشأ البضاعة، اللعب بالوزن، بالكيل، بالمساحة، بالإيهام، هذا كله يؤدي إلى فقر. الغش أحد أسباب الفقر. يقول عليه الصلاة والسلام: غبن المسترسل ربا. المسترسل الجاهل بخصائص البضاعة. أيام الباعة عندهم حاسة سادسة، يشعرون أن هذا المشتري جاهل بخصائص البضاعة، يبيعونه أسوأ بضاعة بأعلى ثمن، ويتوهمون أنهم أذكياء. حدثني أخ من إخواننا، إنسان اشترى مركبة جديدة وهو لا يفهم ما فيها، فيها مشكلة، جاء إلى أحد المصلحين أعطاه وصفاً خطيراً لعلة فيها، وطلب مبلغ كبير والمدة 3 أيام، وإصلاح المركبة يحتاج إلى دقيقة واحدة ولا يكلف شيئاً. فأول يوم أخذ أهله بهذه المركبة إلى الزبداني، وثاني يوم إلى الغوطة، وثالث يوم إلى طريق المطار. فقال له جاره: يا رجل اتق الله، القضية بتكلفك ربع ساعة، دقائق، 3 أيام، ومبلغ كبير جداً. قال له: هكذا العمل، أنا الذي أعمل صح. له ابن دخلت نسرة فولاذ يعمل في مخرطة في عينه، كلفته العملية تقريباً يعني شيء 40-50 ألف ليرة بلبنان الصواقعية. الله كبير، من هو الغبي؟ هو الذي يتوهم أن الله لا يحاسب، هو الذي يتوهم أن الله لا يعاقب. قال له: يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني. قال له: عبدي قد عاقبتك ولم تدري. مليون مصيبة يسوقها الله لنا. فأن تغش المسترسل هذا ربا. آخر معصية التجارة في المحرمات، يعني في مواد محرمة، في مشروبات محرمة، في لحوم محرمة، في بضاعة محرمة، في أشياء لا تعد ولا تحصى. لمجرد أن تتاجر بالمحرمات وقعت في إثم كبير، والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتعلم. تفقهوا، فمن دخل السوق من دون فقه أكل الربا شاء أم أبى. معرفة الأحكام الشرعية فرض عين على كل مسلم، ما الحلال وما الحرام. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، المال الحلال فيه بركة. والله زرت إنسان قال لي: أنا عمري 96 سنة وأجريت فحوص كاملة، فكانت النتائج طبيعية كلها بال96، ثم أقسم لي بالله أنه ما أكل قرشاً حراماً ولا يعرف الحرام النسائي. كل شيء بحسابه،
من عاش تقياً عاش قوياً. حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. الله رزاق، رزاق صيغة مبالغة. ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. هذه حقائق. لماذا نحن نأتي إلى المسجد؟ كي نتعرف إلى الحقائق، نتعرف إلى منهج الله، إلى أمر الله، إلى نهيه، إلى القوانين، إلى الخصائص. فلذلك مهمة المسجد أن تأخذ تعليمات الصانع. تعليمات الصانع ليست من عندي أحد، من عندي الصانع، من عندي الخالق. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. لا تقبلوا كلمة من دون دليل، لا تقبل كلمة واحدة. العشر أسباب للفقر كلها أدلتها آيات أو أحاديث صحيحة. العشر أسباب للفقر. فإذا الإنسان أراد أن يكون رزقه وفيراً ليبتعد عن هذه العشر. منهج التعامل مع العباد وفق منهج، ليس هناك تعامل مزاجي. أيام إنسان التعامل معه مزاجي صعب كثير، ما له قاعدة. أما ربنا عز وجل جعل التعامل معه مقنن بقوانين. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس ما نزل إليهم. فأنا أتمنى هذه القواعد العشر أن تحفظ. كل إنسان يعمل في البيع والشراء يكسب رزقه من التجارة، عليه التقيد بهذه التعليمات التي أرادها الله أن تكون منهجاً.